ناكلوا ونشربوا فابور، هضر على راسك الجيعان، ما تهضرش على علينا حنا. ايوا يا الاخوان، تيعاود لي واحد السيد جا عنده واحد الانفلونسر هنا من مراكش، كيقول على راسو انفلونسر هنا من مراكش، قال لي السيد المهم ادى الخدمه خونا بطبيعه الحال، قال لي خلصني. عرفتي شنو جاوب هذاك السيد؟ قال لي حنا المؤثرين. قال لي واش ما عرفتينيش؟ قال لي شتي حنا المؤثرين. قال لي انا راه مؤثر، وانا حنا المؤثرين راه ما تنخلصوش، تناكلو ونشربو ما تنخلصوش. انا قال لي ما عمرني خلصت فشي بلاصه. عرفتي ملي عاودها لي تغددت وحق ربي المعبود، وزعما هذه رساله لهذا القرض هذا، ورساله لكاع هاد لي زانفلونسور اللي ما عرفتش غنقول لكم. خمجتوك هذه الكلمه ديال الانفلونسر، خنزتوها رديتوها مبهدله، كيفاش ناكل ونشرب وما نخلصش؟ منين جبتوا هذه التهماجيت؟ منين جبتوا هذا الجوع؟ منين جبتوا هذه الحاله هذه؟ منين طريكت الجيعانين؟ شنو ما نخلصش؟ تخلصوا انتوما، راه وليتو تديروا السيبه، شتي انتوما وليتو دايرين السيبه، ما لقيتوش الا ربيكم، وما راه وحق الرب المعبود لا تتقلبوا انتوما يطلع يتجمعوا شي جروب ديال لي هاكر وبداو على امكم في هذوك لي انستغرام، ما كان غير طير طير فيسبوك طير، ويخليك زيرو، يرجعك زيرو، حيت انت اصلا زيرو، حيت ملي عندك هاد العقليه راك زيرو. احنا تناكلو ونشربو فابور، هضر على راسك الجيعان، ما تهضرش على علينا حنا، هضر على راسك. واي واحد تيسحب راسو انفلونسر راه يدير ما بغا في هاد البلاد، راه هاد البلاد راه ما فيهاش السيبه. راه انت الا كنتي مؤثر كتعتبر راسك مؤثر، وانا ما كنعتبركش مؤثر، انا كنعتبرك غير شخصيه عموميه ولا ما كنعتبركش مؤثر. انا راه خاصك تكون مثال يحتذى به في الاخلاق، في التصرفات، بزاف د الحوايج قبل ما تقول على راسك مؤثر. مؤثر ناكل غير اللي جمع 100,000 ولا 200,000 ولا مليون في انستغرام ولا فيسبوك تيسحب راسو، راه ولا لقيتو البساله ولقيتو عسايبه، وما نتوما طح شي محل عندي ولا هادو دير هاد البساله هادي، وبربي تنصيفتك فين تربى بالله العلي العظيم، والله الا طلقتك. حتى هاد الناس تلقاهم دراوش ما كيعرفوش، كيسمع واحد معروف ولا هذا كيتخلع،